بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي لسه مع بعض في موضوع التوافق في الزواج، إعمال العقل والتفكير في من تصلح زوجة لك أو من يصلح زوج ليكي من خلال التوافق. المرة اللي فاتت ركزنا على التوافق في موضوع في غاية الأهمية وهو السن، ألا يزيد عنها كثيرا في السن وألا تكبر عنه نهائيا في السن. واتكلمنا على موضوع ان هي ما يبقاش اكبر منها. طب لو هي اكبر منه ايه المشكلة؟ بدل ما كان هو اللي بيغير عليها عشان هو اكبر كتير، لما تبقى اكبر هي اللي هتغير. كل شوية هتقلب في تليفون، كل شوية هتتابع خروجه ودخوله وتتصل بيه في كل حتة. خايفة، خايفة ان اي واحدة صغيرة تخطفوا منها. مش كده وبس، هيبقى هو على فكرة عنيف معاه. عاوز يقول انا الراجل، الموضوع مش فارق سن، فيبدأ يضايقها في المعاملة. ولو زودت هي تصرفاتها اللي فيها تسلط يبقى مش طايق البيت ولا اللي في البيت، يبقى بتدفعه للخطأ ايا كان هذا الخطأ. لا انصح ان تكون هي اكبر منه نهائيا. النهاردة بقى عايز اتكلم عن التوافق العلمي. الحقيقة موضوع التوافق العلمي ده ما تستسهلش النقطة دي، النقطة دي محتاجة تفكير. وأنا الحقيقة يعني حصلت الضوء بزيادة شوية على النقطة دي، واسمح لي إن أنا أقول بمبالغة شوية، بمعنى إن أنا هركز في تفاصيل كتيرة قوي ربما ما تخطرش على بال أي إنسان بيفكر في الجواز. هقول تفاصيل ربما تخلي البعض يقول لي اوه يبقى مين هيتجوز؟ ما حدش هيتجوز. انما انا بقولها ليه؟ عشان تضعها في الاعتبار. تضعها في الاعتبار ان لم يكن في الموافقة على اختياره للزواج او لا، او تضعها في الاعتبار في كيفية التعامل مع مثل هذه الشخصية وفقا للظروف المتعلقة بالتعليم اللي انا هحكي فيه. اظن انت متشوق ايه الكبير قوي ده اللي انت بتخوفنا منه. تعال نشوف. شوف حبيبي، لما بتكلم عن التوافق في التعليم اعني ثلاث امور. الامر الاول مستوى التعليم، الامر الثاني نوع التعليم، الامر الثالث مكان التعليم. تاني، مستوى التعليم ايه؟ جامعي ام اقل ام اكتر؟ نوع التعليم ايه؟ في رياضيات وهندسة ولا ادبي وفنون؟ مكان التعليم ايه؟ اتغرب ولا ما اتغربش؟ طيب تعال نشوف الاول فيما يخص مستوى التعليم. القاعدة العامة اللي بنتكلم فيها في كل حاجة فيما يخص التوافق، إن كان هنالك تميز فيكون تميزا محدودا للرجل وليس للمرأة. الرجل هو رأس المرأة، هو رب البيت، ما نقلبش الهرم. يعني ده يبقى الصورة دي واضحة قدامنا أولا، لأن لها تبعات سلبية كثيرة جدا. لما بقول توافق في مستوى التعليم، الاتنين يبقوا في مستوى واحد قدر الامكان
من جهة مستوى التعليم. طيب أنا عايز بقى أخش في الحتة دي، لو هي طب لو الست هي المتميزة في التعليم، اتعلمت أكتر من واحدة مؤهل جامعي، أخدت مؤهل متوسط، يقول لها ده تاجر ورجل أعمال والعلم مش في الكراس، وأنا بعمل فلوس قد إيه وخبرة الحياة إيه، ده اللي بيتقال ساعتها. ده أنت تقعد معاه ولا اللي معاه دكتوراه، ده اللي بيتقال. بس دي البداية، هل دي هتستمر للنهاية كده؟ الموضوع محتاج إعادة تفكير. طيب تميزها بالتعليم قد يصيبها بإحساس من الذاتية والغرور والتعالي، ربما قبل الجواز ما فكرتش في ده، إنما بعد الجواز حبيبي أنت هتعاني من ده. أو إذا كانت هي إنسانة مضطجعة وموضوع تعليمها الأكثر منه ما أثرش على تصرفاتها، ربما هي اللي تعاني منه. يعني إيه تعاني منه؟ الزوج ما يقبلش مراته أبدا أعلى منه في حاجة. طب النتيجة إيه؟ النتيجة إنه يبدأ تخش له بعض العقد النفسية في التعامل معاه، يحاول يقلل من شأنها، لما يتكلم عنها مع الغير ما يفرحش منها، ما كفاية عليها تعليمها، يبدأ يتكلم عن طباعها، يبدأ يتكلم عن تقصيرها، فنلاقي كل كلامها كلامه عنها في المجتمعات المحيطة كلام سلبي، وياريت بس في كلامه عنها بره البيت، انما كلامه معاها جوه البيت دي المشكلة الاكبر. يبقى اوامر ونواهي وقهر واذلال، علم ايه اللي بتتكلمي فيه؟ انت بتفهم حاجة؟ يبقى قاصد يقلل منها، وقاصد يقصر كلامها قدام عياله. انا الراجل امكانيات العقلية اعلى منها، رغم انها بتدعي انها اتعلمت. طب وليه ندخل نفسنا في هذه الدائرة؟ والكلام ده بيبانش على فكرة فترة خطوبة، لان فترة الخطوبة بيحاول يرضيها بكل السبل وهي بتحاول ترضيه بكل السبل. طيب لو الراجل هو المتميز عنها كثيرا، يعني افترض شخص جامعي وتزوج من غير جامعي، طب المشكلة فين هنا؟ احيانا مستوى التعليم في مجتمعنا المصري غير المجتمعات الغربية مرتبط بالمستوى الاجتماعي. تاني، مستوى التعليم مرتبط بالمستوى الاجتماعي. المستويات المتوسطة بتعلم تعليم، او البسيطة بتعلم تعليم متوسط. يعني ايه الكلام ده اللي عايز اوصل له؟ يعني هو اللي متعلم تعليم عالي اعلى بكتير منها، ده مستوى عيلته. هتلاقي ده مستوى تعليم اخواته واخواته، هتلاقي ده مستوى تعليم زوجات اخواته. طيب النتيجة ايه؟ النتيجة ان الزوجة دي اللي اقل كثيرا في التعليم مش هتلاقي نفسها في وسط عيلته، مش هتلاقي نفسها في وسط عيلته. يبقى النتيجة ايه؟ يا اما صدام دائم وحساسية دائمة، ياه ده لو اخته قالت كلمة انجليزي في وسط الكلام وتبقى الكارثة كبيرة قوي. لو اخته دي اصلا لها مرجعية فرنساوي، اللي بيكلمه درسه فرنساوي يحب يقوله كلمتين فرنساوي كده في وسط الكلام، ده قصده تضايقني. ليه ما تقصدش؟ ده كلامها وطريقته مع اي حد، ومع ذلك مشكلة. تبدأ تتجه الى العزلة عن عائلته واصدقائه، انطوائية. بس يعني هي هتخش الجحر لوحدها ولا المغارة لوحدها؟ شوية شوية انت سيبني لوحدي، انا زهقت من العيشة واللي عايشينها. بعد شوية هي تفصله وتعزله عن مجتمعه وعن قرايبه. في الاول ما تروحش عند اهله، بعد شوية مش عايزاه يروح عند اهله. حبيبي انت تنازلت وقبلت انها اقل منك في التعليم، انما ما فكرتش في اللي انا بقوله ده، انا بحط قدام عينيك من قبل ما تتجوز. طيب التوافق في نوع التعليم، ما بقولكش ما تتجوزش واحده مش دارسه نفس الدروس بتاعتك ولا نفس الشهاده بتاعتك ولا نفس المجال بتاعك، ده مستحيل الكلام، انما لازم تحطه في الاعتبار. تعرف ان نوع تعليمها هيؤثر على شخصيتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا
اللي دارس هندسة، رياضيات، علوم، كل طريقته تحلية للأمور، عقله بيشتغل كتير، تلاقي دقة في كل حاجة، تلاقي مراقبة دقيقة للتصرفات والحوارات ودقة الكلام إلى حد كبير. يختلف عنه عن اللي درسته أدبية. اللي درسته أدبية يعني بيبقى عنده حس رهيف، عنده نوع من الشاعرية، عنده نوع من الرومانسية، وخاصة بقى اللي بيشتغل في الشعر وبيعمل في الموسيقى وبيعمل في الرسم هتلاقوا حساسين بزيادة. طب انت بترتبط بدول ويعني مرتب نفسك على كده؟ ده مش كده وبس، نوع التعليم مش بس جامعة. يا ده في ودنك بقى، مش عايز اسمعها للبنات، يا ويلو اللي اتجوز بنت درست في مدارس ألمانية. النضارة دي معوجة، وقول مش عارف مكان، ده مش في مكانه، كل حاجة المواعيد بدقة شديدة، نظام البيت بدقة شديدة. ده مين ده اللي هيقدر يعيش بكده مع واحدة ماسكة المسطرة في ايديها تقيس بيها كل حاجة، وماسكة ستوب ووتش في ايديها تراجع كل حاجة؟ لا، تبقى عامل حسابك اذا كنت عايز تتجوز واحدة دارسة في مدارس ألماني يبقى أنت خليك حريص إن تبقى مدقق في كل شيء أكثر مما يتزوج واحدة دارسة في مدارس فرنساوي. هي بس بتاع مدرسة الفرنساوي هتبقى متخنفة شوية، في كل قاعدة ما تقولش بلكونة مثلا زي ما أنت بتقولها، بالكون، تلفزيون كده يعني، فتبقى في وسط أهلك اللي مش عارفين فرنساوي، هي مالها بتعمل كده ليه؟ ما هي لازم تبقى واخد بالك، أمور على فكرة بسيطة جدا، انما ربما انت حضرتك ما فكرتش فيها. النقطه الثالثه بسرعه، مكان التعليم. يعني ايه مكان التعليم؟ حبيبي دلوقتي شاب يعيش في قريه، بدي مثال، والقريه قريبه من عاصمه المحافظه اللي فيها الجامعه، ربع ساعة الصبح بميكروباص بيبقى في كليته، ربع ساعة بقى في بيته، النتيجة ان هو لم يتغرب، النتيجة كل حاجته بتتعمل له جاهزة عشان مسكين بيذاكر، النتيجة انه لم يعتمد على نفسه في اي شيء. طيب في المقابل فتاة اتغربت من القرية وعاشت سنوات الدراسة في القاهرة، انفتحت على مجتمعات، بقت خليط من ثقافات، بقت تقدر تعتمد على نفسها في كل صغيرة وكبيرة. طب دي اللي بقت رغم انها من القرية نفسها، لا ده بقى في فرق كبير جدا بين الاتنين بسبب المكان بتاع الدراسة. بس عاوز اقول لك حاجه بقى مهمه قوي حبيبي كمان، فما بالك لو كانت بنتنا دي من الصعيد ودرست في اسكندريه، ابنه نجا من نجوع الصعيد عاشت 5 6 سنين في اسكندريه او القاهره، هتتجوز واحد عايش في النجا ما خرجش منها، لان النجا قريب من مدينه اسيوط اللي فيها جامعه اسيوط. الامور محتاج ندرسها بعنايه احبائي. موضوع التوافق في التعليم لابد أن يفكر فيه كل شاب وكل فتاة قبل الزواج، لا ينبغي إطلاقا أن تبقى أعلى منه في التعليم، ولا ينبغي أن يكون أكثر منها في التعليم. ده بالنسبة لمستوى التعليم. في نفس الوقت ينبغي أن تراعي أن نوع التعليم يؤثر على الشخصية. ما بقولكش ما تاخدش من هو مختلف عنك في نوع التعليم، إنما تبقى فاهم إنه يحتاج معاملة تتوافق مع طبيعة مع تعليمه اللي بتؤثر على معاملاته وعلى شخصيته. وفي النهاية بقول لك فيما يخص مكان التعليم، من تغرب يختلف كثيرا عمن لم يتغرب، وخاصة إذا كان اللي تغرب هي الفتاة واللي ما خرجش من بيته هو الشاب، وبالأكثر إذا كان اللي تغرب فتاة من الصعيد واللي ما تغربش هو عريس الهنا القادم اللي ما خرجش من النجع بتاعه
إلا في الميكروباص عشان يروح الجامعة ويرجع بيته تاني. أحبائي نكتفي بهذا القدر ونتقابل المرة القادمة مع التوافق الاجتماعي، التوافق الديني، نقطتين مهمين نسلط الضوء عليهم المرة الجاية إذا سمحت عناية ربنا وعشنا. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور، آمين.